وصلت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض لاستكمال المعسكر الخارجي خلال 10 أيام القادمة في إطار التحضيرات لخوض التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات بلادنا، وإلى جانبه سنغافورة وبنغلاديش وبوتان، وتقام منافساتها في مدينة دكة عاصمة بنغلاديش خلال الفترة من 3-9 أكتوبر القادم، أي بعد 13 إلى 12 يوما من اليوم بالتحديد. وكان المنتخب الوطني قد أجرى معسكرا إعداديا بمدينة الدمام استمر لمدة 10 أيام، تخلى له خوض مباراة ودية أمام شباب نادي الثقباز السعودي، وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين نظيفين سجلت في الشوط الثاني من المباراة عن طريق نجم المنتخب ومهاجمه الكابتن محمد البرواني من ضربة جزاء واللاعب علي الحمبصي. وشارك في المباراة اللاعبين الجدد اللذان استدعاهما مدرب المنتخب الوطني الكوتش محمد البعداني من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهما حمزة علوي الهياشي ويلعب في خط الهجوم، ومحمد علي الهياشي ويلعب في خط الوسط. ونتمنى لهما كل التوفيق والنجاح بإذن الله برفقة زملائهم نجوم منتخبنا الوطني الذين متعونا وقدموا مباريات كبيرة تليق بسمعة اليمن واليمنيين في كأس العرب التي أقيمت في الجزائر خلال الأسبوعين الماضية. وبحسب مصادر مقربة فإن المنتخب سيعسكر خلال 10 الأيام القليلة الماضية وسيخوض مباراة إلى مباراتين وديتين مع أندية في العاصمة السعودية الرياض وليس مع منتخبات سواء المنتخب السعودي أو غيره من المنتخبات، قبل أن يطير إلى بنغلاديش للمشاركة في البطولة. إذا مشاهدي الكرام يشرفني قراءة آرائكم وتعليقاتكم ووجهة نظركم أنتم أيضا عن أهمية هذا المعسكر التدريبي ومبارياته.